تمتصني أمواج هذا الليل في شره صمود، وتعيد ما بدأت وتنوي أن تفوت ولا تفوت، فتثير أوجاعي وترغمني على وجع السكوت، وتقول لي مت أيها الذاوي فأنسى أن أموت. أهلا بكم. لم يمت جواب العصور ولن يمت، هذا الشاعر الذي ملأ الدنيا في زمانه وشغل الناس بشعره حتى الآن. كيف يموت وهو يعيش معنا أوجاعنا، نقرأها حروفا مضيئة ونستشرف فيها مستقبلنا؟ كيف يموت وهو الباحث عن وطن يشبه أحلامنا، يعبر عن همومنا وأمالنا؟ وهذا كان كل ما يهتم به، لم يهتم بأي احتفاء رسمي، ولم يجامل الحاكم، ولم يتقرب منه لأجل وسام أو شهادة، فهو دائما كان مزعجا له بمواقفه الصريحة والواضحة. لم يكن شاعرا وكاتبا فقط، لقد تحول ضميرا لأمته، ولذلك تحتفي به السنوات والأيام. في الذكرى 19 لرحيل جواب العصور، نحاول أن نغوص في جدلية هذا الشاعر الذي تناول اليمن، ليس بعيدا عن عروبته ولا عن إنسانيته. حكامنا إن تصدوا للحمى اقتحموا، وإن تصدى له المستعمر انسحبوا. هل كانت الصدفة أن تكون الكلمات لشاعر أعمى ويؤديها مغن أعمى أيضا، أم أنه قدر أبصر ما لا نبصر وأدرك أن هؤلاء يرون ما لا نرى أيضا؟ إن السماء ترجى حين تحتجب. البردوني استراحت بين كلماته أوجاع بلد متخم بالجراح، فظل محمولاً في نصوصه وكتبه، متلمساً جراحه بأنامل قلبه وقيمه الفكرية والروحية. يا بلاد التي يقولون عنها، يا بلادي هذا الربا والسواقي في بروعي تنهدات شوادي، إنما من أنا وليس بكفي مدفع، والتراب بعض امتدادي. ربما كنت فارسا لست أدري، قبل بدء المجال مات جوادي. جواب عصور لم يتوقف، هو الذي سافر شعرا من أرض بلقيس على طريق الفجر إلى مدينة الغد والأيام الخضر، قبل أن ترهقه وجوه دخانية في مرايا الليل، حتى جاءه زمان بلا نوعية، رحلة شاقة حمل فيها اليمن وحملته قبل أن ينطفئ قلبه بعد عينيه ويرحل. 19 عاما إذن منذ وفاته، لكن أشعاره لا تزال سيدة وقتها، تفك أحجيات الزمن الرديء ويوميات اليمني الذي احتفى بها كل بطريقته، وبات حاضراً في تفاصيل ويوميات اليمنيين بعد أن صارت نصوصه وأبياته الشعرية أيقونات يومية للمثقفين والبسطاء على حد سواء، بل وصارت مفاتيح لتحولات كثيرة خلال السنوات الأخيرة. هو الذي فقد بصره في 6 من عمره، وعانى من قسوة الاضطهاد السياسي والمعيشي، وسجن مرات عدة، لكنه ظل ثابتاً في مواقفه الوطنية رغم الرياح السياسية التي عصفت بالبلاد. غير أن البردوني يظل لدى اليمنيين شيئاً آخر، اليمنيون الذين اختلفوا على كل شيء، ظل البردوني أكبر من كل الخلافات. يكاد يكون البردوني ثالث 3 حاضرين في وجدان اليمنيين إلى جانب الشهيد الحمدي والفنان أيوب طارش. لقد ترك إرث البردوني آثاره في الأجيال اللاحقة له، يقرؤون مأساتهم بين كلماته. وكيف كنتم تنوحون الرجال بلا نوح، نموت كما نحيا بلا رشد، فوج يموت وننساه بأربعة، فلم يعد أحد يبكي على أحد، وفوق ذلك ألقى ألف مرتزق في اليوم يسألني ما لون معتقدي، بلا اعتقاد وهم مثلي بلا هدف، يا عم ما أرخص الإنسان في بلدي. إذا
إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وأرحب بضيفي أيضا الذي سيكون معي عبر سكايب، دكتور محمد المحفلي الباحث في جامعة لونغ السويدية من السويد، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين. أهلا بك دكتور. ما الذي يمكن أن تقوله في الذكرى 19 لرحيل البردوني؟ في الحقيقة لا نستطيع أن نقول في هذه المناسبة، بكل أسف فقدنا هذه القامة، ولكن لم نفقد قيمتها ولم نفقد إرثها الشعري الذي ما نزال نقرأه كل يوم، وما نزال نستكشف فيه أنفسنا، وما نزال نستكشف فيه المستقبل. في هذه المناسبة نستطيع أن نقول أننا نرى كل ما كان يراه هذا المبصر في أشعاره، وما نزال نرى في أشعاره أنفسنا ووطننا ومستقبلنا. نعم، أنت حضرت رسالة الماجستير في شعر البردوني، لما اخترت أولا، ما هو الموضوع ولما اخترته؟ رسالة الماجستير عن البردوني كانت في توظيف السرد في شعر البردوني، بمعنى كيف يتم استغلال الوسائل السردية في بناء الصورة الشعرية داخل البردوني. وهذه كانت مكثفة هذه الصورة في شعر البردوني، أليس كذلك؟ أقصد وظائف السرد كانت مكثفة في شعر البردوني. بالضبط، هو ليس وظائف السرد فقط، ولكن بمعنى توظيف الوسائل السردية، الحكي، توظيف الشخصيات، الصورة الشعرية، الرؤية السردية، وغيرها من 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 الأدوات السردية، سواء كانت عوامل أو وظائف أو أدوات، كيف أسهمت هذه الأشياء في بناء الصورة الشعرية، في تقديم شعرية أكثر. ولم يؤثر الحكي ولم يؤثر السرد في إضعاف الشعرية، وإنما أضاف لها شعرية جديدة. نعم، يعني ما الدافع لديك في اختيار مثل هذا العنوان أو اختيار قصائد البردوني؟ نعلم أن هناك مئات الرسائل في سواء في الماجستير أو الدكتوراة التي تناولت شعر البردوني، لما اخترته أنت؟ السبب الأساسي أنه لأنه كان موضوعا، رأيت أنه كان موضوع جديد. ثاني شيء أنه شعر البردوني مادة دسمة يستطيع أي باحث أن يستكشف فيها الجديد، فكان هذا موضوع جديد بالنسبة لي، ولكن أنا أعتقد أنه ربما يأتي باحث أكثر مني ويتعمق في هذا الجانب أكثر وينظر من زاوية أخرى إلى الأمر. نعم. إلى شعر البردوني أقصد. نعم، إذن يعني بالتأكيد من خلال بحثك واستقرائك لكثير من قصائد البردوني ومعايشتك لها، وجدت أن هناك ما يميز الشعر البردوني، برأيك ما الذي يميزه؟ الشعر البردوني متميز بالرؤية الثاقبة، أنه عندما يناقش الأشياء أو عندما يتناول موضوعاً ما، لا ينظر إليه من سطحه، وإنما ينظر إلى ما وراء هذا السطح، إلى العمق، إلى ما خلف الأحداث، إلى ما خلف الأمكنة، إلى ما خلف الشخصيات، ينظر إلى التاريخ، ثم لا ينظر إليه مادة جامدة، ينظر إلى الأحداث ولا يحللها كما يحللها السياسي أو كما يحللها الرأي المباشر، ولكنه ينظر كيف تتحول هذه في المستقبل. فعندما يرى حادثة معينة أو يحولها إلى مادة شعرية، فإن نحن نندهش بالصورة الشعرية التي نقرأها، ولكن نجد بعد ذلك أنه ينظر إلى ما بعدها أو إلى ما خلفها. نعم، إذن يعني ربما أنت استخدمت كلمة ينظر كثيرا وأنت تتحدث الآن، وهو كما نعلم شاعر بصير، ولكن الجميل في شعر البردوني أنه كان يصف
ربما بصورة مدهشة أكثر من منا نحن الذين نرى. يعني هناك البيت المعروف عرفته يمنيا في تلفوته، وفي عينيه تاريخ من الرمد. يعني كيف يمكن لشخص بصير أن يصف مثل هذه الصورة الدقيقة؟ وهناك صور شتى بالطبع. هنا تكمن معجزة الشعر عند البردوني، أنه مليء بالصور، وهناك رسائل تتناول هذا الموضوع، أن تشكيل الصورة الشعرية عند البردوني مليئة بالألوان، مليئة بالحركة، مليئة بالتفاصيل الدقيقة التي نحن المبصرون لا نستطيع أن نراها. ولذلك عندما أقول يبصر أو يرى أو فأنا أعني الرؤية الشعرية، الرؤية التي تتجاوز حاسة البصر إلى ما وراءها. نعم، إذا اسمح لنا دكتور محمد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد الرويشان، وزير الثقافة الأسبق من صنعاء. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخيرات، أهلا 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 بك أستاذ خالد. في الذكرى 19 لوفاة أو لرحيل جواب العصور البردوني، وهو أحد الشخصيات أو الرموز القليلة التي لا يختلف عليها اثنان من اليمنيين، وأيضا ممن يقرؤون الشعر. برأيك يعني ما هو سر البردوني؟ سر البردوني أنه ابن بار لهذا البلد ولأهله أولا، ثانيا أنه الدليل الأقوى والأظهر على سر اليمن، اليمن التي أنجبت الرجال العظام منذ آلاف السنين هي نفسها التي أنجبت البردوني. ولذلك أن يولد رجل بهذا المستوى الشعري العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين في قبيلة لم تعرف القراءة والكتابة ولا مدرسة فيها حتى ولا طريق، وأن يقول الشعر ليس كأي شاعر ولكن أن يسبق عصره وزمانه أيضا، هذه دلالة على سر في اليمن نفسه. يعني البردوني هو شاعر كل العصور، يعني في اليمن وفي العالم العربي لم يكتشف البردوني. نعم، إذن لو تحدثنا عن يعني ما الذي تركه البردوني من إرث عظيم، سواء في مجال الشعر وأيضا في مجال الكتابة، كيف يمكن الحديث عن هذا الإرث؟ ديوانه الشعري هو الأهم. نعم، وقصائده التي نعيشها اليوم وكأنها كتبت اليوم، وهنا عظمة الشعر. أي شعر في العالم ما يزال يعيش بيننا هو أصلا لابد أن يكون خالدا، مثل شاعر الإنجليزي مثلا شكسبير، ما تزال مسرحياته الشعرية محفوظة عند كل أديب بريطاني أو في العالم مثلا، وله مئات السنين. البردوني اليوم يحتفل به الشعب كله لأنه يعيش بيننا ما يزال بشعره وبحساسيته برؤيته. البردوني الرجل الذي فرض نفسه بشعره على العالم العربي وعلى اليمن، ابن اليمن، ابن الريف، ابن القبيلة حتى بالمعنى الجغرافي يعني وبالمعنى الثقافي حتى ربما، لكنه فرض نفسه بموهبته وعبقريته النادرة على العالم كله. هنا سر اليمن كما قلت لك، ليس فقط سر البردوني، لأنه الفلسات النادرة في تاريخ اليمن مثل الهمداني أو نشوان الحميري أو مثلا القاضي إسماعيل الأكوع، مثلا القاضي محمد علي الأكوع، أو مثلا من أيضا يعني ربما الشوكاني، الإمام الشوكاني أيضا هذا رجل يدرس في أنحاء العالم، هذا رجل جاء أيضا من ريف من قبيلة وجاء أيضا في القرن السابع عشر الميلادي وفرض نفسه أيضا. نعم، ولن تموت. البردوني أهميته أنه يؤكد عظمة الشخصية اليمنية، يؤكد أننا ما نزال أحياء. البردوني ليس سهلا، أن اليمن اليوم كله يحتفل بذكرى البردوني، وهذا ربما من الأشياء الجميلة التي تحدث اليوم. ألو،
نعم، ما زلت معنا أستاذ. نعم، إذن أستاذ خالد، يعني ربما نحن تناولنا معك موضوع إرث البردوني الغير ظاهر قبل ذلك، ولكن في كل عام تظهر نفس المطالبات، ولذلك سأجدد لك السؤال: ما هي معلوماتك حول إرث البردوني الذي قيل أنه تم السطو عليه من قبل نظام صالح، والبعض يقول أنه أن هناك مشاكل ورثة عليه؟ ما هي المعلومات التي لديك؟ عندما فكرت أن أطبع ديوانه لأول مرة كمجموعة شعرية كاملة، نعم، في 99 في ما كنت رئيسا لهيئة الكتاب، بعد وفاته شعرت أن الواجب أن أطبع ما طبعه هو أولا في حياته. نعم. وكانوا 12 ديوانا، الدواوين التي ظهرت في بيروت وطبعت في العالم العربي، و موجودين في عند محمد الشاطبي، وهو الكاتب احد الكتاب الذين او اصدقائه القريبين الذين كانوا معه. فاجتمعت به ورايت، واعطاني نسخه في الواقع بعد ان طبعنا المجموعه الشعريه كامله. ديوانان هما ما تبقى من تراثه الشعري. هذا الرجل هو سره وامين سره الخاص محمد الشاطبي، وما يزال حيا يرزق. وبالتالي الديوان المجموعه الشعريه الكامله هي الاهم في تراثه. ياتي بعد ذلك كتبه النثريه ومعظمها طبع. يعني يقال ان كتابا او كتابين لم يطبعا بعد. لكن هذا انا في ظني، انا هذا شيء مهم طبعا، المفترض ان البلد في عافيه وانها تستطيع ان تطبع هذه الكتب، لكن الاهم هي مجموعته الشعريه. والاهم هو الشاعر البردوني العظيم الذي فرض نفسه على العالم العربي شاعرا كبيرا سبق عصره بمئات السنين، واتى من بلد يعيش في القرون الغابره ومن منطقه بالذات، وهنا عبقريه هذا الرجل وعبقريه اليمن التي نعرفها في كل شيء فيها في المجال الثقافي وشخصيات رجالها ونسائها عبر التاريخ. البردوني خلاصه هذه الشخصيه اليمنيه. نعم، الكتب المتبقية وأنها نهبت، أظن أن معظم هذا الكلام ليس مهما، أنا لا أقول أنه كله غير مهم، لكن يعني الأهم هو مجموعته الشعرية الكاملة الموجودة بين أيدينا، ثم ديوانه الأخيران، وأنا عندي نسخة هنا، لكن في الأخير ممكن أن تطبع هذه الكتب أو هذه الدواوين في أي فرصة قادمة كي يقرأها. وعلى فكرة يعني تم نشر معظم القصائد، يعني او اذا لم تكن كل القصائد، ديوانين عبر الصديق العزيز محمد القرود في ملحقه الثقافي الذي كان موجودا خلال العشر سنوات الماضيه. ومعظم القصائد هذه مقروءه، يعني لا شيء جديد. دعونا نكتشف البردوني من جديد ونكتشف شخصيتنا. كيف يمكن ذلك استاذ خالد؟ يعني ربما الاحتفاء الشعبي من الناس ووسائل التواصل الاجتماعي جعلت من البردوني ايقونه حقيقيه، كيف يمكن الاحتفاء به او يعني اكتشافه من جديد كما تقول؟ انا احسب ان الاحتفاء اليمنيين اليوم بالبردوني والسنوات الماضيه ايضا، لكن هذه السنه هناك زخم واضح. انتم ما تفعلونه الان في قناتكم مبجلة، يعني هذا نمط من الاحتفاء، والاحتفال لا يقوم ليس موجودا في العالم العربي يعني بشكل عام عن اي شاعر من شعرائه. ما تقومون به شيء عظيم في الاهتمام، واظن ان الاحتفال الشعبي وقصائده التي يتم تداولها اليوم مثلا في كل وسائل الاتصال، هذا نمط من الاحتفال. البردوني باق بدواوينه ال 12 او ال 14، والبردوني موجود في اذهان الناس جميعا. وبالتالي الوفاء للبردوني، ان يعود اليمنيون الى انفسهم، ان يكتشفوا ان هذا العبقري العظيم هو رجع صداهم او رجع صداهم ورجع احزانهم، هو الصوره التي يجب ان نقف عليها كي نكتشف انفسنا من جديد ونعود الى ذاتنا التي انا في رايي، يعني ليس كلام في السياسه، يعني ما يعيشه اليمنيون اليوم بسبب الانقلاب الحوثي للاسف هو عكس الشخصيه اليمنيه التي جاء بها البردوني. البردوني الذي فرض نفسه من ايام الامامه نفسها، وفرض نفسه بعد ذلك شاعرا كبيرا لألف سنه للامام، يعني
هذا الرجل هو تعبير عن الشخصية اليمنية المقهورة اليوم أيضا. عشان نحتفل كي نحتفل بالبردوني يجب أن نحتفل أيضا بالبلدي وهو صحيح المعافى. صحيح. وهو قوي بأبنائه وبقوته سنوات القرن العشرين للأسف، التي طبعا سيعود كل شيء. هذه مجرد كبوة عابرة، الانقلاب ليس كل شيء، البلد باكن وكل شيء لابد أن يعود كما يجب أن يعود، لأن البردوني هو الشخصية العظيمة التي تؤكد عبقرية هذا البلد رغم المصائب التي يعيشها، ورغم هذا العناء، ورغم هذا الفقر، ورغم هذا الضرب، ورغم هذا الحرب، هذه الحرب والانقسامات وهذا الشتات وهذه الصورة التي لم تعد لا تسر أحدا عن اليمن في العالم كله. يظل البردوني رمزا مهما من رموزنا التاريخية والأدبية التي تؤكد عظمة الشخصية اليمنية، و يعني الشخصية اليمنية المقهورة المضروبة أيضا تنتج وتنجب مثل هذه الأقيال العظيمة في الكتابة والشعر وفي النضال وفي يعني للأسف يعني أنه. فأنا أعتقد أن الاحتفال من قبل الشعب الليلة، وأنتم جزء من هذا الاحتفال لا شك، وأنا أهنئكم على هذا الاهتمام، هو نمط من الاحتفال بالبردوني. ربما يعني في دمار مكتبة تسمى مكتبة البردوني، كنت أنا أشرفت عليها ذات يوم، وهي الاسم الوحيد ربما له في مكتبات اليمن كلها. لكن هذا لا يكفي طبعا، وحتى لو سموا شارعا كل يحب أن ينتمي إلى البردوني، وهو يقتل البردوني في يعني بطريقته وفي حكمه للبلد وفي انقلابه، وفي سموا شارعا هناك أو سموا يتبنون البردوني كي يقتلوا البردوني في الشعب نفسه. نعم، لكن دكتور أستاذ خالد، يعني العجيب أن يعني جيل الشباب، يعني ربما الذي هناك انقطاع تام بينه وبين البردوني، نجد أنه ما زال متمسك أيضا بالبردوني، ما زال البردوني حاضر بينهم، هناك فعاليات كثيرة تقام لأجل البردوني والاحتفاء أيضا المصاحب. يعني كيف تفسر أن يعني حتى الشباب الأحدث سنا يعرفوا البردوني، يعرفوا قصائده، يعرفوه تمام المعرفة، رغم أننا نعلم أنه إذا ما توفى شاعر أو كاتب يندثر يعني خلال السنوات؟ أنا قلت لك في البداية، رغم الظلام ورغم القهر ما يزال البردوني رمزا في كل بيت وفي كل قلب وفي كل عقل. في الواقع أنا يعني لا يوجد في مصر مثلا من يحتفي بأحمد شوقي كما يحتفي اليمنيون اليوم بالبردوني، رغم معاناتهم اليوم المعيشية ورغم الظلام الذي يعيشونه، لأنه لا كهرباء في البلد ويعني لا أحد يسمع أحدا يعني في هذا الخضم. ورغم ذلك هذه دلالة على أن البردوني ليس فقط شاعرا وعظيما وكبيرا، ولكنه أيضا تعبير عن الشخصية اليمنية في أحسن حالاتها، وتعبير عن عبقرية الشعب التي لا تموت رغم ظلامهم من مئة السنين. يعني أنت تشعرين بزهو كبير حينما تجدين البردوني موجودا في كل العالم العربي مقروءا ومعروفا، والحمد لله. أنه أنا أعتقد أن وسائل الاتصال الحديثة، الفيسبوك والواتس، يعني قصائد الليلة بالآلاف بالملايين ربما في كل حياة اليمنيين، نشروا عن البردوني وأعادوا قصائده ونشروها، وهذا سهل كثيرا أيضا معرفتهم بالبردوني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا في هذه الحلقة. أستاذ خالد الروشان وزير الثقافة الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، ربما طرح الأستاذ خالد فكرة كيف أن الاحتفاء الشعبي بالبردوني هو ما يثبت أن هذا الشاعر لا يمكن أن يموت. هناك فعلا حراك ثقافي جميل يذكر دائما بالبردوني، سواء كان ممن عاص البردوني من بعده، من الأجيال أيضا التي تربت على قصائده، وأيضا من الجيل الجديد. كيف تفسر ذلك؟ البردوني ارتبط بالإنسان، لم تأخذه السلطة ولم تسرقه السلطة، بالرغم من المحاولات التي حاولت أن تحتويه إما بواسطة الترغيب أو الترهيب، ولكن البردوني ظل مرتبطا بالإنسان. الإنسان سواء في اليمن أو على المستوى الوطن العربي أو المستوى الإنساني بشكل عام، ارتبط بالبساطة، بالريف، بالمعاني والقيم البسيطة التي ترتبط بوجدان الناس.
كان معبرا عن الناس، عن صوتهم، عن همومهم، عن آمالهم، عن تطلعاتهم. لذلك لهذه الأسباب عندما نقرأ شعر البرادوني، أيا كان هذا الإنسان، سواء كان في اليمن أو في العالم أو عربي، يجد نفسه. فأنا عندما أقرأ البرادوني وأجد أنه يصور معاناتي وأنه يعبر عني، فبكل تأكيد سوف يرتبط بوجداني. السر الأساسي أن البرادوني كان مرتبط بالناس وبوجدانهم، لذلك أن وجدان الناس الآن مع البرادوني. أنا أجد أن البرادوني يعبر عني، والمواطن البسيط والإنسان البسيط يجد أن البرادوني يعبر عنه، والمثقف الطليعي المستنير يجد أن البرادوني أيضا يعبر عنه، والإنسان حتى غير العربي أو غير من أي مكان في العالم، إذا قرأ من القصائد العميقة التي تتناول الجوانب الوجدانية الكبرى، يجد أيضا أنه يعبر عنه. فلهذه الأسباب نجد أن البرادوني مرتبط بوجدان الناس. نعم، إذا لو تحدثنا أيضا دكتور عن حكاية النبوءات التي دائما ما ترد في قصائد البرادوني، وكيف يمكن توظيفها فعلا لقراءة المستقبل بطريقة مدهشة. يعني ربما في كثير من القصائد التي كنا نقرأها سابقا لا نفهم مغزاها، لا نفهم معناها، ما الذي يريد أن يقوله البرادوني، ولكن حينما عايشنا الكثير من الأحداث يعني تعود بنا الذاكرة إلى هذه القصيدة، هي تتحدث عن واقعنا اليوم. وهناك فعلا من بدأ ينقب ويبحث ويطوع هذه القصائد لكثير من الأحداث التي حدثت الآن والتي ربما ستحدث مستقبلا. كيف تفسر الأمر؟ بكل تأكيد بعض من يقرأ أشعار البرادوني يتفاجأ كأنه كان يتنبأ بالأحداث. وفي الحقيقة البعض يقول أنه متنبئ، أو أن هذه نبوءة، أو أن هذه قدرات خارقة. هو بكل تأكيد البرادوني كان صاحب رؤية، كان صاحب رؤية ثاقبة، كان إنسان يقرأ التاريخ ويحلل التاريخ وينظر كيف يسير التاريخ، ثم بعد ذلك يقرأ النتائج. بمعنى نحن الآن عندما ننظر لما يحصل باليمن، إذا عدنا للتاريخ وقرأنا، وجدنا أن مثل هذه الأحداث قد حصلت، ولكن مع اختلاف تغير التاريخ بكل تأكيد. فالمحلل الجيد للأحداث يتوقع بالمستقبل، يعرف ماذا سيحصل في المستقبل لأنه صاحب رؤية. فالبرادوني كان صاحب رؤية ثاقبة، لم يكن يغتر بالمظاهر وبالبهرجة. عندما فرح بالثورة اليمنية عندما حصلت، ولكنه بعد كم أيام أدرك أنها تنحرف إلى اتجاه آخر. الوحدة اليمنية هو كان الوحيد تقريبا الذي وقف موقف المعارض منها، لأنه كان يعلم، كان يحلل ويرى الأحداث ويرى الأنساق التي تعمل في أو الأطراف التي عملت على الوحدة، وأنها كانت تسعى من أجل الإقصاء، فوقف ضدها وكتب قصيدة ربيعية الشتاء التي تتنبأ بفشل الوحدة اليمنية، وبالفعل وهو ما حصل بعد 4 سنوات. ليس معنى هذا أن البرادوني كان متنبئا، وإنما هو كان قارئ حقيقي وواعي لما يحصل في الحاضر، فيدرك بعد ذلك في المستقبل بناء على قراءته الحقيقية أو القراءة الواعية للتاريخ. نعم، إذا كذلك دكتور محمد، يعني نجد أن بعض أبيات البرادوني أصبحت أيقونات شعرية ورموز ثورية ووحدوية وإلى آخره. يعني كل من شعر بمشاعر معينة نجد أنه يستخدم بيتا أصبح رمزا حقيقيا لتلك المشاعر. كيف يعني لغة البرادوني السهل الممتنع، اللغة البسيطة التي يمكن أن تحفظ والعميقة في آن واحد، هذه اللغة التي يستخدمها البرادوني، والذي يبدو رجلا بسيطا يعني قريبا للناس، وأيضا هذا القرب لمسناه في شعره. بالضبط، هو هذه أيضا القدرة الشعرية. يعني هو ليس صاحب رؤية فقط، ولكنه شاعر من الدرجة الأولى في الشعرية، في توظيف اللغة،
في توظيف الكلمات، في رسم الصورة الشعرية المختلفة التي لم يسبق إليها أحد، وباستخدام الكلمات البسيطة غير المعقدة. الكلمات لا يستوردها من القاموس غير المستعمل، ولكنه من قاموس الحياة اليومية، ووظف كثير من المصطلحات اليومية ليجد لنا صور شعرية بديعة. وبنفس الوقت هذه الصورة الشعرية أيضا تحمل رؤية وتحمل فكرة وتحمل رسالة. نعم. كما قلنا، هو كان ينظر إلى الأحداث وينظر إلى فلسفة صنعها. مثلا في قصيدة إحدى العواصف، هو يصف فيها الثورة، ولا يصفها بشكل مباشر، ولكنه يصفها بشكل بصورة كاريكاتورية، ليصف كيف تتحول الثورة إلى ضدها. بنفس الوقت هكذا هم العظماء. لنستحضر جورج أورويل في روايته مزرعة الحيوانات، كيف وصف أيضا تحولات الثورة. فالمبدعون والعظماء دائما يستخدمون الكلمات البسيطة والأحداث البسيطة واللغة البسيطة ليصوروا بشكل عميق ما يحصل. ولذلك كثير يندهشون بهذه، نندهش نحن ويندهش الناس بهذه القدرة على التعبير عن المعاني العميقة بواسطة لغة بسيطة وسهلة ومختصرة. نعم، إذا اسمح لنا أيضا دكتور محمد أن ينضم معنا عبر الهاتف الناقد الأدبي محمد عبد السلام منصور من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ محمد، ودعنا نتحدث عن ثنائية اللغة أو جدلية أيضا الشعر في قصائد البردوني. يعني ربما أنت تحدثت في السابق عن كيف أنه لم يبتعد عن يمنيته ولا عن قوميته ولا عن إنسانيته أيضا، كيف يمكن الحديث عن البردوني من خلال ذلك؟ الحقيقة أن في تصوري أن حياة البردوني ومرجعيته الاجتماعية ومرجعيته المعيشية هي التي شكلت فنية شعر البردوني، وشكلت أيضا رؤيته إلى الحياة وإلى كيف يعيش مجتمعه وما يجب عليه أن يكون موقفه. فالبردوني جاء في ظرف كانت اليمن أثناءه في عزلة عن العالم، فكان هناك تناقض بين ما يعيشه المجتمع اليمني وبين التطورات إلى عصره في العالم. فهناك تقدم هائل على مستوى الثقافة وعلى مستوى في العالم أقصد، وعلى مستوى الفن والأدب وعلى مستوى التكنولوجيا والمخترعات الجديدة، واليمن كأنه يعيش بركة من الركود. فجاء شعره يعبر عن هذه الحالة، فشكل من الناحية الفنية إشكالية مثل ما شكله مجتمعه اليمني. فالإشكالية الفنية كانت في حقيقة حفاظه على القصيدة العمودية، أو كما يسميها البعض البيتية، واختراق هذا الشكل القديم بتعبيرات وصور شعرية غاية في الحداثة وغاية في رسم الرسم بالكلمات بشكل إبداعي لم يسبق لأحد أن اجترحه قبله. فهذه الإشكالية التي جعلت كثير من الناس يتساءلون لماذا البردوني يحافظ على هذا الشكل القديم، بينما هو في رؤيته وفي تصويره الشعري وفي اختياره لتركيب الجمل، ولا أقول الكلمات لأنني سمعت بعض.
بسيطة، ليس هناك كلمات بسيطة وكلمات معقدة. التعقيد والبساطة في التركيب، في التركيب الجملي للشعر، وفي التصوير الذي يحتاج إلى تأمل حتى ينفك للقارئ، وأيضا يحمل دلالات ومعاني كثيرة. على العموم البردوني كان حديثا في تصويره الفني وفي موقفه من الحياة، وسواء كان هذا الموقف يمني كما أشرت أنت إليه أو عربي أو إنساني. وحقيقة أنا أتذكر أنني كتبت في كتابي رؤى في الإبداع الذي صدر عن رافد، أقول أنه أثبت البردوني كما يثبت أي شاعر حديث أن جمال الشعر لا يكتمل إلا إذا عبر عن موقف إنساني جميل بلغة العصر الذي يعيشه، وأسلوب صنعه الشاعر ابتكارا. لذلك فلا بد أن يكون الشعر هما إنسانيا جميلا يبقي ظلاله على شفة التاريخ، أغنية جارحة وجريحة. هنا جارحة وجريحة أتت تعبيرا وتجسيدا للواقع الجريح الذي يعيشه أو الذي عاشه البردوني في عصره، والذي ما زلنا نعاني من جراحه اليوم تحديدا. وأقول أن البردوني أدرك أن قدر الشعر المحتوم هو أن يكون بالضرورة فنا معاصرا يحمل هما وموقفا معاصرين حتى يتسنى له أن يصبح أحد العوامل الخلاقة المبدعة التي تشارك في التأسيس لبناء حضارة جديدة تضمن للإنسان الحرية والسعادة. إنه أقصد الشعر فاعلية إنسانية تحاول عن طريق اللغة الجميلة أن تكشف لعلي أتذكر هذا أن تكشف حقيقة الإنسان النقية وقدرته على صنع حياته. جميل. دؤوبة للارتقاء بالقصيدة البيتية إلى المستوى الذي يجعل جمالها الفني محفزا إلى الثورة. نعم، وهناك عناصر تجديد كثيرة في قصائد البردون، يعني نعم. رغم حفاظه على القالب القديم، ولكن التجديد كان في أكثر من عنصر في القصيدة، أليس كذلك؟ أي نعم، التجديد هو في عدة مسائل. أولها من الناحية الفنية أنه من حيث المجاز والاستعارة والانزياح بالكلمة في التأليف الجملي كان حديثا كل الحداثة، كما شعر التفعيلة أو في شعر النثر أو كما جاء في أحدث كتابات الشعراء حتى غير العرب. فهذا التجديد هو في عمق القصيدة البيتية، ولكن من الناحية الفنية اتبع منهجا حديثا. والتجديد ثانيا هو في أن للشاعر رؤية، لم يكن شاعرا وصفيا، وإنما كان ينبعث شعره للتعبير عن ما يكنه في ضميره الداخلي، رؤيته إلى هذا الواقع ورفضه أو قبوله لهذا الموقف أو ذاك، وكذلك الموقف السياسي، الموقف الاجتماعي، وهذا ثالثا الموقف أيضا من ما يجري في عصره. هذه كلها لتشكل عند البردوني عصريته وحداثته فنيا. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد السلام منصور الناقد الأدبي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء.
أعود إليك دكتور محمد، برأيك يعني تحدث الأستاذ محمد عن ثقافة البردوني في أكثر من مجال، برأيك كيف يمكن أن يستطيع شاعر يجمع بين الثقافة السياسية وبين القريحة الأدبية الشعرية بتلك الصورة واهتمامه بالفن والتاريخ وكثير من المواضيع؟ البردوني مثقف وموسوعي، وكان ذا موهبة، بمعنى أنه كان يقرأ كثيرا، وبالحقيقة كان يقرأ له، ولكن تراكم المعرفة هذا، هذه الموهبة في الحفظ، وليس في الحفظ، ولكن هو كان يقرأ له، وما يقرأه كان يتحول إلى مواد معرفية عنده، ثم بعد ذلك تتفاعل مع فكره ومع ما يؤمن به ورؤيته، سواء الرؤية على مستوى الوجودي، على الرؤية السياسية، الرؤية الاجتماعية، تتحول بعد ذلك إلى موقف يعبر به من خلال الكتابة، من خلال البرنامج، أو من خلال نشاطه الأساسي الذي هو كتابة الشعر. نعم. في الحقيقة كثير أنا سمعت أنه يقول الموقف السياسي، والبعض يقول أنه كان ذا موقف سياسي، وفي الحقيقة كان عنده موقف ورؤية إنسانية أوسع من الموقف السياسي، بمعنى أنها كانت لديه رؤية خاصة به، لم تكن تابعة لتيار معين ولا لفكرة معينة، وإنما كان يؤمن بالمواقف الإنسانية الشاملة التي يتفق عليها جميع البشر وجميع الفلسفات الإنسانية السوية. نعم. إذن دكتور، يعني ربما تحدثنا نحن الأستاذ محمد أيضا حول مسألة كيفية يعني حداثية شعر البردوني رغم حفاظه على القالب القديم، ولكنها قصيدة متجددة. من وجهة نظرك أين يكمن هذا التجديد؟ يكمن التجديد في عدة مستويات. المستوى الذي أراه أنا من وجهة نظري، طبعا هناك كثير من الكتاب والنقاد من كتبوا في مسألة التجديد في شعر البردوني، ولكن أنا أرى أول تحدي هو الجمع بين أدوات التحديث داخل القالب العمودي. فالكثير يصنفون البردوني على أنه شاعر كلاسيكي، البعض من النقاد خاصة غير من العرب يسمونه شعر كلاسيكي، ليس لأنهم يرون بناء شعري، ولكن لأنهم يرون القالب الذي كتب به، وهو القالب العمودي. فمن وجهة نظري التحدي هو كيف جمع بين أدوات التحديث التي تمثل في استعمال اللغة، في الانزياحات كما أشار الأستاذ محمد من قبل، في الأساليب المستخدمة، في إطار القالب العمودي أو القالب الكلاسيكي. الكثير ممن حاولوا تجديد بنية القصيدة تحرروا من القالب، لأنهم قالوا أنه يقيد الشاعر في التعبير، يقيده في التراكيب، يضطر الشاعر إلى أنه يزيد كلمة هنا أو يحذف كلمة هنا. لكن عندما نقرأ شعر البردوني نجد أنه يعبر عن معنى في هذا القالب الذي هو القالب بكلمات تأتي في مكانها، لا توجد كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة. فهنا هو التحدي الكبير، هنا الإبداع، أن استطاع أن أتحدث في إطار القالب العمودي. إلى كما قلت الوسائل التحدثية الأخرى التي تكمن أساسا في استعمال اللغة. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد المحفلي الباحث في جامعة لونغ السويدية، كنت معنا عبر سكايب من السويد في هذه الحلقة الخاصة لإحياء ذكرى 19 لرحيل البردوني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.